أبو نواف، أهلا ألو، وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا بدي أقول للدكتورة وفاء سلطان، نحن لا تهمنا ديمقراطية الغرب ولا حضارة الغرب، هذه حضارة نتنة متعفنة. المساجد خرجت أبطال وأصحاب أخلاق، ونحن لا يهمنا من يحفي الرئاسة أمريكا، لأن هؤلاء أسيادك وليسوا أسيادنا. أنت أنا وأصغر وأحقر من أن تتحدثي عن الإسلام. أنت حشرة تأنف أحذية المسلمين من أن تدوسك، لأنك توسخين أحذيتهم. لا يعني لن نستمر، يعني أنت أخت نوال. نعم أخت نوال، أرجوك أن تدعيه ينفث كل سمومه. أرجوك أن أعرف أنها قناة مسيحية ولا تحترم الكلمات البذيئة، لكن دعيه حتى يعرف المشاهد حقيقة التربية والثقافة الإسلامية، دعيه يقول وينفث كل سمومه. طيب يعني أنا بشكرك لأجل صبرك دكتورة وفاء، لكن هو بكل الظروف ربما هيعود تاني يتصل لأن الاتصال انقطع. السيد أبو نواف أولا يرفض ديمقراطية الغرب ويرفض حضارة الغرب، وأنا بهذا الخصوص أقف إلى جانبه، ولكن من منطلق أخلاقي وضميري يجب أن يرفض كل ما تفضلت به حضارة الغرب عليه، وأن لا يختار ما يروق له منها. طالما يرفضها يجب أن يرفضها جملة وتفصيلا، وإلا فهو كذاب ومنافق. عندما يرفض السيد أبو نواف الحضارة الغربية لن يجد ورقة توت يستر بها عورته. هل يعرف السيد أبو نواف أن حبة الرز في صحنه هي من فضل الغرب؟ وإذا رفض حضارة الغرب سيعود إلى صحرائه ولن يجد عندها بعيرا يركبه. يجب أن يلتزم بما قال، لا نريد حضارة الغرب ولا نريد ديمقراطية الغرب، وأنت تتواصل معي بفضل حضارة الغرب، وأنت تأكل وتشرب وتستر عوراتك وعورات ملكات اليمين في بيتك بما تفضلت به الحضارة الغربية. قال المساجد خرجت الأبطال، دائما البطولة يجب أن تترك ما يدل على آثارها. 1400 عام، أين هي آثار البطولة التي تتبجح بها؟ هل هناك كذب ونفاق يفوق هذا الكذب والنفاق؟ أين هي ثمرة البطولة التي تتبجح بها؟ هل قطع الرؤوس وقطع الأيدي والأرجل من خلاف هي بطولة؟ عار عليك وعار على الثقافة التي أنجبت أمثالك. أتمنى أن تعود إلى الاتصال بنا وتخرج كل ما في أعماقك من سموم ومن آثام بلاك بها نبيك وبلاك بها إسلامك. ننتظر بفارغ الصبر أن تعود إلى الاتصال بنا.